على بعد أمتار قليلة من الشاطئ تعيش غصون مع صغارها في موطن نزوعها الجديد بمدينة حوف وسط ظروف صعبة وقاسية. في غضون عامين تضاعفت مواجع الأسرة مع النزوح المتكرر نتيجة تقلبات الطقس وهطل الأمطار الموسمية، وهو ما يضاعف من قسوة الظروف تحت هذا المسكن المتهالك. احنا من الضالع نزحنا من سبب الحروبات، ما معانا ولا بيوت، حتى البيوت تدمر حقنا، ولا معانا شيء، كل حاجة تدمر. جينا لنا عند هذه البلاد تبهذلنا زيادة، لا معانا لا مصاريف ولا معانا شيء، أي حاجة تدمر كل شيء، بهذلنا بنفوسنا وبهذلنا بعيالنا من شان لقمة العيش. لجأت الأسرة إلى هنا بعد أن فقدت آمال العودة إلى منزلها الأول بمحافظة الضالع عقب ما حل به من دمار بفعل اشتداد المواجهة هناك. هنا تصنع غصون وجبات أطفالها الصغار من دخل عائلها المنخفض، حيث يعمل صيادا. أما في الخريف فينعدم مصدر الأسرة الوحيد جراء خطورة البحر. وبالمثل تعيش عشرات الأسر في المديرية المعاناة ذاتها، حيث لا تصلهم المساعدات الإغاثية من المنظمات الدولية في ظل غياب مسؤولية السلطات المحلية حسب قولهم. والله نازحين وجينا وبهذلة والمنظمات ملتفتوناش، وكله يعني مثل الوضع، لا راشان ولا شيء. وقد شفت مثل الوضع اللي كيف نحن جالسين هنا وعايشين فيه، والأمطار، وشفت على كيف يعني نفس الوضع اللي الآن نحن فيه، لا أكل لا راشان ولا أي شيء. حتى الاستجابة السريعة ما عاد أحد يلتفتك هذه الأيام. تعيش هذه الأسر كل يوم جديد بمشقة بالغة، مشغولة بمقاومة أوجاع النزوح وعاجزة عن تغيير الواقع أو استعادة صورة فرح أيا كان هذا الفرح إلى هذا المكان المنسي. ياسر محمد لقناة بلقيس، المهرة.